يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قول الله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 1000 سنة وبين قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ وهل مقدار اليوم من أيام الآخرة يكون مرة 1000 سنة ومرة 50,000؟ لا، ليس يوم الآخرة مختلف يوم 1000 ويوم 50,000، لا هو 50,000. ولكن العلماء في الجمع بين قوله 1000 سنة وقوله 50، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فقالوا هذا نتيجة لاختلاف السير، فيه سير بطيء يكون 50,000 سنة وفيه سير سريع يكون 1000 سنة، هذا الاختلاف السير، هذا قول. والقول الثاني 50,000 سنة من الأرض السفلى إلى العرش، هذا 50,000 سنة، وألف سنة من الأرض العليا طبقها العليا إلى السماء الدنيا، هذا 1000 سنة من الأرض العليا إلى السماء الدنيا، هذا 1000 سنة. وقيل التوقف في هذا والله أعلم. نعم.